ما حكم الحلف بالله كاذبا حفاظا على مشاعر الشخص؟ لا يجوز الكذب أصلا، لا يجوز الكذب. والكذب، قال الله جل وعلا الكذب باليمين أشد، قال الله جل وعلا في وصف المنافقين: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بالله من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى. فيعظم اليمين بالله عز وجل. نعم.